السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه بالنسبه لبزاف داك الفيديو اللي حطيت لكم ديال السيد اللي كيبيع لي زاكسسوار، بزاف منكم كتسولوا على العنوان. بالنسبه لفين كاين بالضبط البنات، راه كاين في الداخله بالضبط، عرفتوا الشارع اللي جا ما بين بيوغناش وكارفور ديال الداخله، هذاك الشارع بالضبط غادي تمشيو تطلعوا معاه نيشان. الدوره الاولى على يدكم اللي صر لا، الدوره الثانيه راه غير غدوروا غيبان لكم المحل اون فاس معكم، سميتو سوشيك، وراه خليت لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالو النمره التليفون، هكا تقدروا تسولوا تتصلوا به وتسولوه ديريكت ولا يصيفط لكم اللوكاليزاسيون. المهم كيف ما معوداكم دائما كنبدا معكم النهار من الصباح ديالو كما العاده. اول حاجه كنحيدها هي اللانش بوكس ديال بنتي اولا البواطه ديالها، حيت انا ما عندهمش توقيت المستمر، كل نهار رزقو. الحاجه اللي درت لها اليوم هو اللي جهجها على التمر معمر بالقرقع، دائما كل صباح كتطلبني عليه وصافي صيبتو ليها، درت لها ثلاثه التمرات، شديت الخبز ديال بان دو ميغريت ومزيان ودرت لها فيه الجبن ومعلقه صغيره تقريبا ديال الشيا، صافي عطيتها شويه ديال الزبيب وشويه ديال اللوز. كنحاول الفاكهه دائما نعطيها لها، غالبا كنعطيها الفاكهه الصباح والعشيه كنقطع عليها هكا لي فخوي، صافي. وقرعه الماء هذيك حاجه ضروريه. بالنسبه للغدا درت الدجاج البلدي، شرملته وقديته، صافي غندخل الكوكوط نحطها في الثلاجه. وهذه اللي كتشوفوا فوق الغطاء هذيك بسيبيسه كنديرها حتى كيتشحر الدجاج، عاد تنديرها حطيتها باش ما ننساهاش. صافي من بعد ديت البنات وصلتهم، وكان عندي انا لاصال اليوم هذا الصباح العشرة، عاد كتكون عندي لا سيونس، دونك حتى كنكون ضربت النص في الغداء وجدت الاكثريه وهذا، صافي كنكون تقريبا واجده. هي راه غير مساله تنظيم ديال الوقت وصافي. هذا ما كان البنات غير البنات، انا يلاه خرجت من الصال، عرفتي ما نعاودش لكم التسخسيخ ديال بصح. شوفوا شوفوا العرق، عرفتي وحق الله العظيم، عرفتي زعما التسخسيخه، ولكن حتى حاجه ما كتجيبش ساهل. الصبر 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 وصافي. المهم غنمشيو دابا الاش نمشيو نرجع، حيتاش ما نقبلش خصنا داك التقديه، داكشي هذا ديال الريجيم بحال الحليب 0% بحال الكومبلي وهذا، غنمشيو ناخذو ان شاء الله تما. المهم انتم معنا، ولينا البنات قلبناها السيلا بارك على حساب كارفور قريب، حيت الدراري يلاه يلاه نلحقوهم. عرفتي واحد الجو صباح زوين، شفتوا على جو كي داير، شتي وصابو داك البريد، عرفتي الجو غزال، مكرهنا كون بقى هذا الجو هكا. المهم ندخل نشوف داكشي اللي خصنا نمشيو ناخذو. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي دائما عطينا عفاك الريجيم اللي كديري بارطاجي معنا، شوفوا البنات انا كتعرفوني الحاجه اللي ما مجرباش ومتاكده منها راه ما كنبيش نبارطاجيها معكم غير هكاك. بالنسبه ليا انا دايره كوتش بيرسونيل، هي اللي كتخدم معايا في واحد الصال ديال الهدى، وهي اللي كل اسبوع كتعطيني ريجيم، يعني الريجيم كل سيمانه كيتبدل وكتبقى عاوتاني الريجيم على حسب الحاجيات ديالك. لاصال دايره انا وصاحبتي، وكي قلت لكم كل وحده والريجيم ديالها. ان شاء الله ملي تبان لي النتيجه اكيد غادي نعطيكم جميع المعلومات. عرفتي البنات هاد السنيده هادي فاش تعودوا تلقاو عاودوا خذوها زوينه، عرفتي رقيقه، انا ما كنلقاهاش بزاف، ما كتكونش داكشي اش كانت هاد السكري الاخرى، ولكن هادي زوينه. شوفوا الثمن ديالها راه 9.40 درهم للكيلو، هادي بحال هكا شي حلوه، وهذا شي حاجه اللي كتبغي تخدمي فيها سنيده بزاف استعملوا هادي، ما كتعذبكمش دغيا كتذوب. شكون يعقل على هاد الكتواد؟ رشيده امها وش رشيده امها وش عرفتي هادو واش دوزت فيهم كاع لي سيري كانوا عندي كاملين. عرفتي هذا اللي ما كانش عندي، يمكن هذا جديد، هذا ديال ريزوتو، عرفتي كاع هادشي دوزتو. شتي هادو يمكن جداد، هادو كلهم ما كانوش عندي والله العظيم، الا وصفتها كانوا تيصدقوا، ما كان ديك الساعه على يوتيوب لا حتى شي حاجه. المهم دخلت غادي تسمعوني في الكوكوط خدامه، عشان كان جبد ليا نحسب يلاه يلاه بناتي كوكوط صافي. هي صراحة ما جبتش شي حاجه غير داكشي اللي خاص، عرفتي هي انا ما صغرني فيه شي باش ما كنحملش في التيسير، درت ليه دابا غادي نخلي هنايا. المهم جبت ستيلوات، حنا راه بدينا من دابا خص ستيلو، جبت معايا الخبز للغدا و الكومبليكي عجبني التوست ديال كارفور،
هادشي تقريبا جبت كلشي غير اللي خصني في الريجيم. بسكوي ديجيستيف، كابوتشينو، غنجرب هذا نشوف كي داير. سني دالي فليكو برا، هذا شوكولا نوار، خديت هذا 76% وهذا 72%. هذا الدونتيفريس تركتو معايا في لافارماسي، هذا ديال كين بالبيكربونات، صراحة زوين، الثمن ديالو 65 درهم. الإبلي، هذا بانون طبيعي كنبغي هكا في الشرمولة، وهدا فرماج لايت، هدا الزبدة ديال الكوكو، بينات باتر، فيرلي، وهدا كونفيتور ديال فرامبواز لايت. صافي جبت هاد البنتي كتبغيهم واخا صراحة لي بخي ديالهم مغلينهم بزاف، هاد الميني هادو دارو لهم شي 17 ولا شي حاجة. إوا غندوز دابا باش هادي هي خديوتنا ديال اليوم. بالنسبه لسلطه فخويه هذيك بنتي اللي قادتها، بالنسبه للخيزو بالليمون، هذا درته في الترموميكس، عصرت الليمون، خيزو نقيته درته، خويت عليه الليمون وطحنته تقريبا واحد 10 ديال الثواني، فيتاس 5 بالنسبه للناس اللي مهتمين. الدجاج كي قلت لكم الدجاج البلدي بطبيعه الحال كي ما كاين ما احسن من الطاجين، ولكن بحكم ضيق الوقت هذاك الشيء علاش استعنت بالكوكوت. بالنسبه للكوتي اليوم ما كانش عندي شي حاجه اللي غادي نعطي لبنتي، الفخوي كلاتهم مقطعين دونك ما نعاودش نعطيهم ليها، داكشي علاش عطيت هذا البسكوي، هذا كان ديجا عندي في الدار. بالنسبه للدونتيفريس راني بارطاجيته معاكم، غزال هذا، غزال البنات. ايوا صافي البنات دابا خارجين ان شاء الله، عندنا ما نقضيو، وبغيت نمشي للمول صحراء مول عند السيد اللي كيبيع لي بارفان. ايوا صافي داكشي علاش غادي نمشي، خاصني نيت دي بارفان، وهذا غادي نمشي ناخذهم عنده ونشوف الا بان ليا شي جديد عنده راه نبارطاجيه معكم، وديك الساعه راه نحاول نصور لكم كارت فيزيت هكا باش اللي بغى نمرتو. هذا بالنسبه للناس اللي كيسولوني على لا ليفريزون خارج اكادير، راه كيديروا لا ليفريزون خارج اكادير، وحتى الناس ديال هنا اللي بغاو راه هو كاين غير فوق ال سي واي كيكي، ما عندكم فين تهضروا عليه. اول حاجه مشينا ليها هي ال سي واي كيكي، صراحه ما كناش كاع اولين ندخلو، قلنا جينا حدا المول، هذا ال سي واي كيكي صراحه راه مول، عفوا يبانوا ليا هو شان نقول لكم الحويجات كاينين لي موديل، ولكن الاثمنه ما نعاودش لكم، نبارطاجي معكم هنا غير هاد لي زيسبا لي بانوا ليا سولدي. شوفوا البنات بحال دابا هذا 600 درهم وكيبقى غير ال سي واي كيكي، والكاليتي حنايا راه كنعرفوها راه ماشي شي جوده عندهم، راه على قد الحال، ولكن الاثمنه ما خلاو ما بقى لهم، انا بالنسبه ليا كيجيوني ما بقى لهم والزاره والو، نفس تقريبا ولاو نفس الاثمنه، السرا والاقل حاجه كتلقاه هي 300 درهم 400 درهم بالنسبه له حتى هو هاد العيبات الفوق حتى هما راه ولاو غاليين. بحال دابا هادي قميجه ب 400 درهم سامبل، جاي فيها الكول وطويله بالكميمات، وبالنسبه لهاد لو هذا ديال ميكي حتى هو 299 درهم، راه بزاف. كاين عاوتاني هذا شكل ديالو كيجي زوين، هذا بازيك تلبسيه مع الجين وصبرديله وهانتي لابسه، هادشي غير مفصول جينو ديري ليه 220 درهم، الثمن اللي مبالغ فيه بزاف. وحنايا كندورو في المول بان لينا هاد المحل ومشينا عندو، صراحه صاحبتي اللي مجرباهم، ما هي مجرباهم في طنجه ماشي هنايا. هادو الكونسيبت ديال هما البنات بحال قلتو دايرين لي دوب ديال لي مارك، غير هادو عندهم كاع لي بارفان تقريبا 80 درهم، غير القريعات باش تعرفوا البنات القريعات صغيورين بزاف يعني ديال الساك، ولكن الريحه طبق الاصل ديال الاصليين بحال هاد 1 مليون. حتى الباكاجين كيديروا نفس الباكاجين نفس كلشي، هاد اولمبيا نفس الريحه هاد اولمبيا. المهم عرفتي قلت لكم راه تقولوا نتوما كتشموا الاصليين ماشي، وانا اول مره صراحه غنشوفهم، واول مره غناخذ لي بارفان ديالهم انتيستيهم. صاحبتي اللي مجرباهم في طنجه قالت لي زوينين وكيبقاو كانك دايره الاصليه.
عندهم تقريبا كاع لي مارك غوتشي لوي يف سان لوران قلت لكم لوي فيتون يف سان لوران تقريبا كاع لي مارك كاع لي جيفونشي كاع لي مارك تقريبا عندهم وانا بالنسبه ليا الروايح اللي كنعرف وفايتين عندي ملي كنجربهم هنايا بقاو ليا نفس الروايح صراحه شميتهم نفس الريحه نهائيا ما كاينش الفرق بينها وبين الاصليه غير شنو الفرق دابا غادي يبان غير فواش كيبقاو كيشدوا مده طويله صراحه الا كانوا تيبقاو كيبقاو شادين مده طويله راه حاجه زوينه بزاف لان عندهم واحد لو شوالي كبير 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 بزاف عندهم هكا لي بارفان انديفيديوال لوحدين ودايرين حتى لي باك لي باك كتجي فيه كيجي فيه البارفان وكيجي فيه البروم وكاين اللي كيكون فيهم حتى لا كريم ديال الجسم وكاينين عندهم كذلك حتى العطور ديال الرجل غير اللي لاحظت هو ان العطور ما عندهمش بزاف ما عندهمش واحد لو شوا ديال الرجل علاش كنهضر ما عندهمش واحد لو شوا اللي هو كبير بزاف تقريبا واحد عروض محدوده واللي زوين عندهم حتى لي بارفان جداد راه كاينين عندهم زعما حتى لي بارفان اللي خارجين هذا العام راه موجودين عندهم واللي كتلقاو عند الرجال كتلقاو عند العيالات يعني لي كوفريتا هما كاينين عند الرجال عندهم لي بروم لي بروم ديال الرجال وديال العيالات واللي زوين فهاد لي بروم انهم فيهم الريحه ديال لي بارفان يعني بحال دابا اولمبيا هي كتلقاوها حتى هي في البروم عندهم صراحه انا الروايح ملي شميتهم زوينين ولكن كي قلت لكم بقات فواش كي واش انهم كيبقاو مده طويله صافي من بعد دزت عند الطيب الطيب البنات حتى هو كاين في صحارى مول بالنسبه للطيب كاين فوق ال سي واي كيكي في التروازيام يمكن ولا مع الدوزيام ايطاج هذا كيتحسب وهادو صحاب لي بارفان كاينين في الكاتريام بالنسبه للطيب راني صورت لكم عنده لي ديتاي ديال لي ديتاي لي برودوي لي زارتيكل كاملين اللي عنده ولكن غيجي الفيديو طويل غادي نحط لكم فيديو ديال الجوله عنده في القناه الثانيه ونخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها صراحه كيدير اثمنه جد مناسبه انا كيجيني اكثر واحد كيدير اثمنه مناسبه بالنسبه لهاد العطور ديال لطافة وغيره البنات جيت عند اميمه الراجي خرجت البخور ديالها خاص بها عرفتي زوين دايره فيه بزاف ديال الروايح كاين هاد بخور اماراتي بخور بحريني انا هذا حمقني هذا راه ما تلقاوش شي بلاصه اخرى راه خاص بها لان هي اللي مخرجاه وهي اللي مصايبه بيديها وماشي هنايا مصايبه في السعوديه كما شفتوا كاين القياس الصغير وكاين القياس الكبير كاين عاوتاني مبتوت ملكي حتى هو صراحه زوين كاين اللبان اللبان كاين عندها بالعود وكاين عندها باللافندر هذاك اللي فيه الفاني هو عود مسك هذا حتى هو شي حاجه مختلفه عرفتي غزال هذا في ريحه الفاني رائع فاش شميناهم دابا كاملين المهم تقريبا شوفوا انا اللي عجبني فيهم واحد ما كيشبه الاخر وماشي داكشي اللي مولفين كنشمو في السوق صراحه واعر ولكن انا كيبقى هذا صراحه كلهم هذا بخور بحريني عجبني بزاف مبتوت ملكي حتى هو هذا حتى هو رائع هذا العود مخلط مع الفاني واحد الريحه زوينه بزاف عندها لي بارفان العربيه كتجيبهم هاد ويصال شميتها عندها روعه كاينين عندها هادو القرشي هادو حتى هما رائعين كاين عندها فرح وثقه هما لي ديسپونيبل غتجيب مازال غرور ودوك الاخرين المهم هادو هما لي بارفان العربيه اللي عندها كتجيب من بخرات حتى هما كتجيب المهم عندها حويجات صراحه زوينين والعبايات عندها عبايات روعه عندها العبايات نتوما نوريكم لا كاينين المخاوير العبايات كلشي كاين عندها صراحه عندها لي موديل زوينين هادو زوينين هكا عندها شكيلات فيهم ديال المناسبات ديال هكا اللي تلبسوا مع التشينات عندها موديلات واعرين هادي غزاله هادي لبسات هي لقيستها صاحبتي فنه هانتوما هادي عندها فيها هكا الجولد وكاينه اللي فيها في الكحل وكي قلت لكم عندها المخاوير حتى هما عندها شكيلات هكا زوينين شوفوا هادو فنيون هاد الموديل هكا كيجي محلول مع السريبلات مع
والله هي ها هي هو هذا الموديل اللي وريتكم شحال زويون. نتوما شوفوا لي دي طايف لي مونش وجايين حتى في التحت لاباس هي كتجي مفتوحه وبالشال ديالها والشال ديالها صراحه زويونه واللوينات اللي فيها زويونين. جيت عند هذا كاين هذا الموديل هذا هذا الزرق غزال سخوطه انتيا شوفوا هادي صراحه واخا هكاك الكاميرا ما عطيهمش حقهم عرفتي هادي الا جي عندكم شي واحد هكا تلبسوهم فنيونين. وكاين هاد الموديل تاع هادي صراحه فنيونه هادو راه مطروزين دوري ولارجونتي كتشي لتحت لون واحد. وكاين عاوتاني هادي شوفوا لي ديطاي ديال هادي انا الزرق تاع هادي زوينه شو هادو ديال الصلاه هما فنين هادو كيجيو مطروزين كتشي الطرزانه السنسله كتحل كامله ياك آه فيها السنسله هي مدفونه كتحل كامله والسطوق والكمام كيجيو مقبوطين هكا وبالشال ديالها لاصق فيها الشال ديالها تما راه مطروز غزاله وكبير تبارك الله الشال ديالها هانتوما فين واصل كبير غزالين هادو ونشوف هذاك البلو وشوفوا عاوتاني تا هادي زوينه فنيونين هادي الكم ديالها مختلف شتو كيجيو مقبوط من هنا وتا هي بالشال ديالها مطروز وكيجي تا هو طويل وكاينين هادو هادو كيجيو فيها هكا الخط العربي تا هما بالشال ديالهم لاصق فيهم تا هادو زوينين كاينه في هاد اللون هذا بيض وكحل وكاينه في هاد جون سيترون تا هاد اللوين صراحه زويون. ها نتوما البنات شوفوا هذيك اللي وريتكم دابا شوفوها ملبوسه شحال كتجي فنه هي كتجي بطبيعه الحال هنايا راه مفتوحه هما لي ديطاي ديالها لتحت صراحه روعه غزاله. المهم البنات دخلت دابا للدار انا نوريكم اشنو خديت اول حاجه غنمشي معكم بالترتيب السيواي كيكي لقيت هذا السروال هذا صراحه زوين ها نتوما شوفوا الستيل ديالو كيفاش كيجي وكيجي مقبوط من التحت هذا لقيتو صولد يا البنات راه السيواي كيكي ما بقاوش كيمرقوا في لي بري عرفتوا لي بري كتلقى مثلا غير تريكو عادي 399 درهم عرفتي بزاف طلعوا لي بري بزاف هذا قلت لكم البنات لقيتو ب 89 درهم هذا واحد لي هذا الاس طايل اس وحده اللي بقات في باقي لا الام والال بصراحه زوين الثمن ديالو 89 خديته ما كنت كاع ولا عليه. الحاجه الثانيه اللي خديت هي هاد البونبونيير ما عرفتوش باينه لكم صراحه هادي خديتها على حسب الديكور ديال لوطون هادشي علاش خديتها جايه في فلورونج كتجي على شكل هذا سميتها الكرا الحمراء عايكم عارفين كتجي انا ماشي داكشي ديال هالوين وهذا ما عندي به تعلق بطبيعه الحال ولكن انا خديتها على حساب كتعجبني في الديكور ديال هكا الخريف وهذا داك لورانج وهذا كنفكر ان شاء الله نبدل لاجيكو. خديت قمه شوفوه انا نقول لكم لي بارفان هادو ديال لطافه والهمبرا وهذا هادو غير ديال كل نهار اما اللي بغى شي حاجه ديال المناسبات بطبيعه الحال انفيستي شويه وياخد شي حاجه اللي عليها الشان والهمه. هاد القمه هادي صراحه زوينه الثمن ديالها 120 درهم. خديت هاد الجياره هادي حليت هادي العشق ديالي راه ديما تنقولها لكم كما صورت عند شي حد راه كنخطاجيها معكم هادي عرفتي روعه ريحتها ما كتجيش فيها نهائيا ريحه العود هادي راه الفلاكون شي تالت تقريبا دابا اللي كنستعمل زوينه ريحتها حتى الباكاجين ديالها زوين كتجي تقريبا من العطور الفرنسيه. هادي 130 درهم والقمه 120 درهم كنعطيكم الاثمنه غير باش تعرفوهم. هادي عاوتاني مخماريه ديال عود مود هادي نجربها صراحه مازال ما عرفتش كيفاش دايره كتعجبني الريحه ديال عود مود قلت المخماريه حتى هي تكون زوينه الباكاجين بكدو بدا شويه صغيره صراحة ريحتها زوينة ماشي 100% ريحة عود مود ولكن زوينة تنجربها ونقول لكم شنو كاين. وهاد خالص عودي تاهي زوينة هادي د الشعر راه عندي يمكن
بحال وين اللي راه تلفت فيهم. جيبي لي كاع هذيك. لا ماشي بحال بحال. لا صافي نوريكم حتى هذه ديال لاطافه. هذه ديال الشعر ريحتها زوينه. هذه كتعجب كيعجبني حتى الشعر ديالها. ها هي خالي سعودي. انا نوريكم الاخرى اللي عندي. لا ها هي اللي عندي انا احلام العرب. هذه خالي سعودي. هذه واعره ريحتها صراحه زوينه ريحتها بالنسبه هادو ديال الشعر البنات. ومن الاحسن انكم ديروهم الى الشعر كيكون فاسك. وخديت هذا حيت كيجي هكا. لا راه الذهبي اللي قلت لي انا بغيت وعطاني البيض. هذا غلط ليا فيه. ما انا اختاريت الذهبي غنعاود نبدلو عندهم ان شاء الله الا مشيت. شفتوا هذا داير ليه 70 درهم ولكن كي قلت لكم انا خديت الذهبي فيه اللي خديت عطاني فيه البيض ولا واقيلا هكا لا المهم حتى نبدلو نقدر نخليه وانيت. وخديت هذا راه فيه ما لقيتو كناخدو العطور ديال البخور ديال النبيل. هذا داير ليه 30 درهم. وبالنسبه لدوك اللي وريتكم د العطور براند كوليكشن صراحه خديت عندهم هادي. هادو لي بارفان عندهم كلهم باش تعرفوا 80 درهم. خديت هادي. هادي بحال مون باري نفس الريحه بالضبط. انا صراحه ما عمرني استعملتهم. صاحبتي لي نورمالمون كتاخذهم عندهم كان ماشي هما بالضبط ولكن كاين محل بحالهم في طنجه قالت لي و تيبقاو تقولي واش دايره الاصليين. المهم انا خديتهم باش نجربهم. خديت هادي اللي كي قلت لكم مون باري وخديت هادي ديال سكوندال. عرفتي الريحه نفس الريحه هي بالضبط محطوطه ولكن واش كيبقاو ما عرفتش. هذيك اللي غادي نجرب كي قلت لكم 80 درهم الوحده. ايوا عند سوق عند اميمه ما عرفتش كون السوقينه اميمه والله عرفتي ما كرهتش لو كان نوقع عندها في المحل. عرفتي خرجت مشيت ليكول د البنات مشيت قضيت شي غرضات اللي دزت نحداه اللي دزنا حدا تيقولنا عفاكم واش من الطخمان دايرين. هذاك البخور زعما خطير خطير عندها ورشات لي واحد البارفان واحد ثلاثه ديال البارفان تيحمقوا. المهم عندها جرعه فرح وجرعه ثقه. وحده ما عقلتش على سميتها والله ما عقلتش قالت لي زوينه. وحده واحد الحمراء عطاتني شميتها دايره ليها يمكن شي 950 درهم ما بقاتش عندها حتى تجيبها. هذيك روعه روعه. وهاد جرعه الثقه عرفتي راه عرفتي شحال باش رشاتها ليا باقا الريحه هنايا صراحه. هادوك ولكن هادوك نعاود نقول لكم يشريهم الانسان يخليهم غير للمناسبات. خديت عندها هاد اللبسات الصلاه عرفتي التوب ديالها رائع 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 لواحد الدرجه ما كتصورش. خديت هاد اللوين اللي خلاتها صاحبتي مادام توفيت كيطرا ما خديتيش الغوز ما عرفتش جاني حاجه الصلاه من الاحسن. هاد الالوان اللي كيبقاو هكا نوتر صراحه زوينه. شوفوا لي لي ديتاي ديالها عرفتي راك تحمق الطرزه نازله لتحت الكميمات راه ورتها لكم هادي في المحل الكميمات مقبوطين ومطروزين والشال ديالها طويل صراحه ومطروز. هادو خلات عليا ب 250 درهم نورمالمون كتجي لها 300 درهم. خلات عليا ب 250 وخديت عندها هادي هاد العبايه ما عرفت كنقول لكم هادي روعه. هادي حمقتني وتخيلتها زعما ملبوسه كيفاش تخيلتها روعه ولبستها لكم. هادي خلات عليا ب 650 درهم حيت كانت بقات هادي هي اخر بياسه عندها. رائعه هادي والله على ريحه فيها علم زوينتها فيها ريحه البخور ديال اميمه عرفتي زوينه ريحتها كتجيب الفولار ديالها. هادو حتى لبسوهم البنات ونوريهم لكم. والبخور اكيد انا نبارطاج معكم اشنو خديت عندها. بخور البحريني رائع رائع رائع. شوفوا انا كلشي البخور اللي كتطلق كنقول لها هذا حسن كتطلق عاوتاني الاخر كنقول لها هذا حسن ان شاء الله غادي ناخذهم عندها كاملين حيت واحد ما كيشبه لواحد لا من المسك لا من لا من البخور لا من الله يا ربي سميتو مشات لي سميتو بداتي نشوف عاوتاني هذا المبتوت. لا هذا بخور اماراتي البحريني خديت فيه الكبير. هاد الكبار هادو حاسبه لهم 150 درهم وهاد الصغار حاسبه لهم 100 درهم. هذا بخور اماراتي وهذا المبتوت الملكي. هادو روعه
اللبن، عندها اللبن الحجري خطير، هذاك اللبن الحجري عندها بالخزامه، وعندها وقيلة الاخر عود مسقي بالعود ومخلط العود والفاني. والله العظيم الا اش نقول لكم، خلوني من البخور العادي، هذا شي حاجه تيلا طلقتيها في الدار عرفتي راه ريحته باقا ليا في راسي، ريحته روعه روعه. خنشكروا لكم الدار الصباح تبارك الله عليها، زعما الا قالت درت لها واحد ديالها درتها وعرفت اش درت. هادو تمنيت لو كان زعما نعطيكم تشموهم هكا، لو كان كانت شي اوبسيون تقدر الانسان يشم تجربوهم، والله الا روعه. قلت لكم هاد الصغار 100 درهم وهاد الكبار هادو 150 درهم، زوينين بزاف ان شاء الله غادي نكملهم كاملين. وعندها داك الشراء لي بارفان كتجيب، لان هي كتمشي كتجيب السلعه راسها، يعني فاش كناخذ عندها الحاجه كناخذها وانا يعني مغمضه عارفه كانني مشيت خديتها. كتجيب قلت لكم لي بارفان ديال ابراهيم القراشي، دوك نادرين دوك لي بارفان لحقهم وطريقهم. ايوا صافي هذا مكان مهم هكا، حاولت نبارطاجي معكم كاع داكشي اللي خديت واللي عقلت على الثمن ديالو، راه عطيتكم الاثمنه ديال كل حاجه. هذا مكان هنا غنقول لكم طلعوا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف البنات على الدعم ديالكم. يلا السلام عليكم.